في حميثرة سوف ترى. محبون من بلاد شتى شدوا رحالهم وتوجهوا إلى ربهم، ليس لهم زاد إلا الشوق ولا قوت إلا الحب. حركهم ما علموه بأن لربهم في بقاع أرضهم نفحات، فذهبوا ليتعرضوا لها. حوت حميثرة جاذبا للمحبين، ودليلا للحائرين، وطبيبا للراجين، وحبيبا لرب العالمين. زين الله به أرض حميثرة كما زين السماء الدنيا بالمصابيح، أخذ الله بيده وعرفه عليه حتى عرف به، فصار عارفا بالله ودالا للخلق على الله، يلوذ بعلمه الجاهل ويعوذ بأمانه الخائف، ويستقي من بحره عطاش الحب. فهو سيد زمانه، قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب، السيد الشريف علي بن عبد الله بن عبد الجبار المعروف بأبي الحسن الشاذلي، والممتد نسبه إلى السيدة الزهراء البتول فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وولدها الشريف الحسن بن علي بن أبي طالب. قيل: وما الذي يجعل أناسا يشتاقون لمن لم يروه، ويشدون الرحال لمن ولى عصره، ويحبون من لم يعرفوه؟ فقلنا: الحب هو السر. فقد أحبته القلوب حين نادى الله: إني أحب فلانا فأحبوه، فوضع له القبول في السماء قبل الأرض، وفي القلب قبل العقل. ولكن بالمعرفة يزيد الحب، وبالصحبة تنشأ المودة. فهو مغربي المنشأ، ومبدأ ظهوره بشاذلة، وهي بلدة بالقرب من تونس وإليها ينسب. وقد ورد في سبب تسميته أنه رضي الله عنه قال: يا ربي لما سميتني بالشاذلي ولست بشاذلي؟ فألقي في سره: يا علي، ما سميتك بالشاذلي، وإنما أنت الشاذ لي، أي المتفرد لخدمتي ومحبتي. تتلمذ أبو الحسن على قطب زمانه الشيخ عبد السلام بن مشيش، إلى أن جاءه الإذن بإرشاد الناس إلى طريق الله، وقيل له: يا علي، اهبط إلى الناس لينتفعوا بك وبعلمك. ثم انتقل إلى مصر كما أخبره شيخه من قبل، وبشر بأنه سيربي في مصر 40 صديقا، وقد كان رضي الله عنه عالم زمانه، جامعا بين الشريعة والحقيقة، وكان يقول: نحن مثل السلحفاة، نربي أولادنا بالنظر. أحب الناس عبارته، وأنصتوا لمقالته، وتشوقوا لفهم إشارته. وصلت عباراته إلى القلوب فوصلها، وإن لم تسع العقول حقيقة ما بها. وكان حين يسأل: لم لم تؤلف كتبا؟ يقول: كتبي أصحابي. كان تقيا نقيا جميلا أنيقا، يحب الحياة محبة في الله، وكان يرى أن الطريق إلى الله ليس بالرهبانية ولا بأكل الشعير، وإنما بالصبر على الأوامر ومعرفة طريق الهداية. وفي يوم من الأيام دخل أبو العباس المرسي على شيخه أبي الحسن، وفي نفسه أن يأكل الخشن ويلبس الخشن، فقال له الشيخ: يا أبا العباس، اعرف الله وكن كيف شئت. وكان الأئمة كالإمام الشاطبي يقولون: كنا نترضى عن سيد أبي الحسن ونسأل الله به حوائجنا فنرى القبول معجلا. هكذا كانت تتبدى الخيرات والنفحات لكل من عرفه وأحبه. كان الشيخ يدعو دائما أن يتوفاه الله بأرض لم يعص فيها الله من قبل. وفي سفرة من سفراته إلى الحج، وقد كان يحج في كل عام أثناء إقامته بمصر، طلب من مرافقه أبو العزايم ماضي أن يحضر معه في السفر قفة
وفأسا وحانوطا وما يجهز به الموتى. فلما أحضرهم قال له: لماذا يا سيدي؟ فقال له الشيخ: في حميثرة سوف ترى. استجاب الله لدعائه ومن عليه بلقائه، فتوفاه في صحراء حميثرة. شرف به أرضه وجمع له المحبين الطائعين القاصدين من كل مكان، واستخلف من بعده رجالا يحفظون ما أتى به وينقلونه للورى، وينقلونهم به من الظلمات إلى النور. في حميثرة سوف ترى محبين طالبين طيبين مطيبين، في حميثرة سوف ترى وليا عالما محبا محبوبا مقربا، فاذهب إليه وصله يصلك، وادخل عليه بقلب محب، وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. عباد الله، لنقلع جميعا عن المعاصي تسلية لخاطر ذلك الولي الذي أقامه الله دلالة للناس وإرشادا. حلف الزمان ليأتين بمثله، حنثت يمينك يا زمان فكفري.